عليكم السلام. كنديروا هاد المباراه العام العام، كنديروا دائما في هاد السحور هذا، كان في المدينه ديال السي دي جي، المدينه ديال العرائش. كنشكروا الحي الشعبيه كتحب هاد الشيء هذا من زمان، وحنايا في هاد الشيء هذا. نعم، امتى كدير الطبه ديال السحور؟ دائما وانا كندير هاد الشيء هذا ديال السحور، كنبدا من المدينه ديال العرائش من سي دي جي الى دانتا، يعني الحياء ديال مدينه العرائش كامله كدور، المدينه العرائش كامله، المدينه ديال سي دي جي، حي الشعبي في شعبان، تشل الطرق يعني ما كخلي تشنقه تا بلاصه. كنخرجوا تقريبا مع ديك جوايه الجوج، باش كنساليو مع ديك 3:30 كنمشيو نتسحروا. كاين شي بعض الناس كيهضروا، ماشي كلشي، كاين شي بعض الناس كيبغيو هاد الجو هذا. كاين من شحال هذا من التراث، هاد الشيء هذا اللي حنا تعلمنا معاهم، والتراث ديال هاد الشيء. كنحيي اللي علمنا هاد الشيء هذا. كنشكر واحد الاخ سفيان الطنجاوي، عاد كان معايا قبيله شي دورنا على الناس اليوم 15 في المدينه. كاين الناس اللي كتعطينا، وكاين الناس اللي الله يكثر خيرهم والله يطولنا في العمر ديالهم. كاين الناس اللي كيعرفوا هاد الشيء هذا، حيت حنايا معروفين كنخدموا. نعم، كاين شي بعض واحد، ماشي كامل، كاين واحد ثلاثة. واحد الواحد مشينا تشال الجد ديال حدا الجامع ديال شعبان، واحد الراجل
عند مشينا عند رجال امل يعني ما بغيتوش تشوفوا الماتش يعني اللي انتم كتخرجوا بس في قلة الصخور كان نعم كنخرجوا حنا العواشر، كنخرجوا انا والاخ طبل، كاين الناس اللي كيبغيو هادشي هذا وكيفرحوا وكيقولوا لنا لما دوزتوا شي نتوما راه ما كنتسحروش، فهمتي؟ كنفيقوا دائما السحور. وكنشكر انا كنخدم مدينه العرائش، كنسكن انا في الجهه ديال كلاسيكو، سميتي انا ياسين العقل، رانا معروف اللي كيعرفني رانا معروف. خارج المغرب، خارج الوطن، اي داخل المغرب. اش كنقول في هاد انت كتبداو الخدمه ديالكم انت كت كنبداو ك ك ك الاخ هو يهضر. السلام عليكم. كنخرجوا نفيقوا الناس السحور مع داك جوج ونص ثلاثة، لا حاسة فهمتش ايوا هادشي اللي كينام. حيت كاين اللي كيكونوا عندنا، حيت كاين اللي كيكونوا عنده العيال صغار وكذا، فهمتش؟ كيقول لك يتخلعوا وكذا، فهمتش؟ هادشي اللي كينام. المهم حنا كنفيقوه هادشي هذا، ما هو كنفيقو هادشي هذا ما كيتحيدش. قال الجد فهمتي؟ يعني دابا يعني دابا انت بديتي انت الحرفه ديال انك دابا هاد الحرفه هادي عندي دابا شي 5 سنين. كنخرج كل رمضان، كل رمضان. كنقول لكم واحد السلام عليكم. الاخ ديالي سلام، صاحبي وعزيز عليا، دائما كيخرج معايا رمضان تبارك الله عليه، دائما الناس كيشكروني عليه. كنحيي الصحفي ديالنا اللي درنا هادشي هذا تبارك الله عليه. وبغيت نقول لكم واحد الميت، انا السيد جلالته الملك الله ينصره الله، كان تبارك الله كنحيي له وكنقول له بروك العواشر خارج تشريج الامل الجامع. انا في النسبه ديالي من الصغر ديالي وانا حامق على الدقه المراكشيه والغياط والطبل، حتى ولات انا الدقه المراكشيه كي 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 كيسمع كيسمع الاخ ديالي. انا اللي تعلمت ما نساش اشرف الدقه ديال الشوق الصغير، اشرف الدقه المراكشيه النواش، مع واحد ولدو الله يرحمه الله يوسع عليه، كان صاحبي حتى هويا، سميتو حتى هو رايان المرحوم، اللي كنا حنايا كنطبلو في الصيف، كانوا كيجيو الكوار، كنا حتى هو حتى حنا كننشطوهم وكنفرحوا معاهم. وحاط المرحوم بوبري ديما بوبري كان هو كينوصيني، كنقول له انايا رايان، كنقول له انا راه تعلمت انا مع بوك، فهمت؟ الله يصبر. كنطلب واحد المعلم ديالي حتى هو عاوتاني معلم اشرف تبارك الله عليه، هو اللي علمني، ومعلم الصديق مشكور شي مع البوهالي، مشكور شي معلم دريس الله يرحمه حتى هو تساهل، وكان الجامع. وكنشكر معلم عب غني، وكنشكر حسن دويش، وكنشكر الرياني اللي تعلمنا معاهم، والاحياء كامل والشعب المغرب خارج المغرب. وكنت تحية الناس ديال شكرا لكم.